فندق في وسط البلد في الممشى السياحي الغردقة. الفندق ده طلب مني كتير قوي تقييمه، عشان عارفين ان قناة هبة الجهني بتقيم الفنادق بشكل حيادي وصادق جدا، ملهاش اي مصلحة مع اي حد. لو عايز كمان انت تعرف كل شيء عن فندق رويال لاجونز اكوا بارك الغردقة، يبقى الفيديو ده علشانك. يلا بينا بسرعة نقيم فندق رويال لاجونز اكوا بارك الغردقة. بداية زي ما عودتكم، موقع الفندق زي ما قلت في أول الفيديو هو في وسط البلد الممشى السياحي، يعني في بوابة في داخل الفندق أول ما تفتحها كده وتطلع منها بتلاقي نفسك في الممشى السياحي على طول. يعني مثلا لو مليت بالليل او زهقت، رغم ان في بروجرام بيتقدم، لو حصل انك عايز تتفسح وتغير جو انت في وسط البلد على طول. دي حاجة. الحاجة التانية، بعد الموقع احنا كده دخلنا من بوابة الفندق، والموظفين الاستقبال في صالة الاستقبال الكبيرة المكيفة الواسعة بيستقبلوك بكل بشاشة وترحاب. طبعا بيطلبوا منك الأوراق الرسمية عشان تستلم الغرفة بتاعتك. طبعا غرف زي أي غرف في أي فندق، غرف ستاندرد ودبل وتريبل، وكمان لو تلاحظوا ان الغرف على شكل فيلل، يعني عاملة مشهد جمالي جميل جدا. الغرف هناك شكلها كده من الخارج جميل. الفندق عموما على شكل دايرة، تحسه كده جاي على شكل دايرة، حاجة ظريفة جدا. وده بيخلي فيه خاصية خاصة بالفندق، ان انت اغلب الغرف حوالي اكتر من 95% من الغرف بتطل على حمامات السباحة. في غرف بخلفية وكده بس قليلة يعني، بس اغلب الغرف زي ما قلنا بتطل على حمامات السباحة، نظرا لشكل الفندق نفسه من الداخل وتصميمه من الداخل. اللي بيميز الفندق ده يا جماعة حمامات السباحة الكتير الواسعة جدا والكبيرة اللي جاية تقريبا بطول الفندق. يعني انت لو من هواة السباحة، في حمامات السباحة المتدرجة الأعماق، يبقى رويال لاجونز هو الاختيار الأمثل ليك. حتى في حمام سباحة منهم ما يجيش 50 متر كده، يعني عايز طفل صغير جدا، فده ظريف. يعني انت لو كبير هتلاقي حمام سباحة مناسب لك، لو صغير طفل صغير مثلا خالص طفل صغنوني قوي هتلاقي حمام سباحة برضو مناسب لك، وفي اكوا كمان مناسبة ليهم الصغيرين دول من سنة 5 سنين او اصغر كمان. وفي كمان حمامات سباحة مناسبة للاطفال اللي هم مثلا فوق الـ7 او 8 سنوات، وكمان في ليهم اكوا، يعني في اكوا نوعين للاطفال الصغيرين خالص وللكبار وللاطفال الاكبر سنا اللي هي من 8 سنوات فما ازيد. يعني اللي انت بتحب حمامات السباحة والاكوا وعندك اطفال وكده، الفندق ده لذيذ جدا. بعد كده هنروح نتكلم عن ايه، عن البيتش. البيتش بيتميز في رويال لاجونز ان هو بيتش رملي جدا. يعني ايه رملي جدا؟ يعني انت مش هتحتاج لشوز البحر في حصى ولا الكلام ده، لا حلو متدرج برضو الاعماق، يعني هتلاقي ممكن تعوم فيه عادي على عمق صغير، وممكن في مارينا بيستخدموها للالعاب المائية، في حاجات كده حوالين البيتش، يعني عند البيتش بتستخدم بالإيجار عشان تمارس الألعاب المائية في البحر. طيب بالنسبة للفندق ده، في مشكلة في البيتش. ايه هو؟ ان هو ما عندوش بيتش خاص بيه. ازاي؟ هو صف تاني، صف تاني بس. في اتوبيس او باص بيجي ياخدك حوالي كده، يعني كل نص ساعة بياخدك 3 دقايق بالظبط او 4 دقايق، بتكون على وصلت للبيتش على الصف الثاني. طيب انت لو عندك عربية، في هناك زي جراج كده
بيستخدم للنزلاء فقط. انت تقدر تاخد عربيتك وتروح ناحية البيتش اللي خاص برويال لاجونز بس على الصف الثاني. فانت لو ما بتحبش مثلا حكاية ان البيتش يبقى عايز بص او الكلام ده او استنى نص ساعة لحد ما يجي، ممكن تكنسل اختيارك لرويال لاجونز. لو انت عادي بالقصة دي مش مشكلة عندك وكده، او ما معكش اطفال في مصطحبهم معاك في الرحلة دي، هيبقى اختيار جيد. لو ما يهمكش البحر اساسا برضو اختيار جيد رويال لاجونز، بس هو في ميزة ان البيتش جميل جدا لان هو البيتش رملي، رملته ناعمة وجميلة. في كمان هتلاقي زي بار كده بيقدم الاكلات الخفيفة اللي هي سناكس على البحر، لو عايز اكل خفيف كده بيتزا مثلا، برجر، بطاطس، فرايز، عايز مثلا مشروبات هتلاقيها على البيتش. بالنسبة للمطاعم برضو هذكر لو في ناس عايزة تسأل يعني هل في برضو بار على حمام السباحة. عند حمامات السباحة في بار برضو بيقدم نفس الحكاية المشروبات، وهتلاقي في الأكلات الخفيفة السناكس. بالنسبة للمشروبات الفريش في الفندق ده، المشروبات الفريش بتبقى بفلوس، يعني هتدفع فلوس ما هيش مجانا. طيب هل في مطعم تاني غير المطعم الرئيسي؟ في مطعم تاني غير المطعم الرئيسي بس برضو بفلوس تانية، هتدفعه بفلوس ما هوش مجانا. طب تعالوا نشوف ايه اخبار الاكل. الاخبار الاكل يا جماعة هو بيقدم الثلاث وجبات، الفطار والغداء والعشاء. اجمل وجبة فيهم او اجمد وجبة فيهم وفيها تنوع وفيها اكلات ظريفة هو العشاء. لما في اغلب الفنادق كده، مرة سألت شيف من الشيفات يا ترى انتوا ليه بتهتموا دايما في اغلب الفنادق بوجبة العشاء، قال لي عشان الاجانب عندنا هنا بيحبوا وجبة العشاء اكتر، يعني بينزلوا في وجبة العشاء وبيهتموا بيها اكتر لان هي تعتبر الوجبة الرئيسية ليهم. ازاي؟ الله اعلم، معرفش الصراحة، بس انا عندي فكرة من زمان واخدها ان الاجانب بيناموا بدري وبيصحوا بدري غيرنا، فازاي وجبة العشاء هي الوجبة الرئيسية؟ ما علينا. المهم ان هو زي ما قلت لكم كده الاكل بتاعه في العموم يعتبر جيد. الاشغال الاجنبي لو سألتوني هقول لكم حوالي 50-60% كده، يعني ده يعتبر من الفنادق، بعتبره انا من الفنادق الفئة المتوسطة زي سيجل، زي الفنادق اللي زي كده يعني في المستوى ده او في الرنج ده. نيو ايجلز نفس القصة. كده وصلنا لنهاية الفيديو. في كمان نقطتين هقول لكم عليها. اول حاجة هناخد تقييم الفندق ده بالنسبة لبوكينج. انا لو قيمته حد يعني 7.5 من 10 كده في الرينج ده. طيب بالنسبة للاسعار يا جماعة، لو عايزين عروض واسعار جامدة جدا لاي فندق من فنادق الغردقة او شرم او مرسى علم او شرم الشيخ يعني او مرسى علم، كلموني على الرقم اللي انا هسيبه في اول تعليق مثبت. كلموني واتس، سيبوا لي رساله بالبيانات بتاعتك، فندق وعدد الليالي وكمان عدد الافراد والفتره الزمنيه اللي هتنزل فيها في الفندق، وان شاء الله هرد عليك واجيب لك عرض كويس جدا. اتشرفت بيكم كلكم، واي زائر جديد للقناه يا ريت تشترك وتكون من عيلتنا الجميله. بحبكم كلكم في الله اخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.